السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة الصف الثالث الثانوي. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض الكيمياء التحليلية والتحليل الوصفي، وآخر جزء في التحليل الوصفي اللي هو الكشف عن الكاتيونات. وكلنا عارفين إن الأنيون اللي هو الجزء السالب في المركب، والكاتيون اللي هو الجزء الموجب. الأنيونات واتكلمنا عنها بالتفصيل. الكاتيونات زي مثلا كالسيوم، كاتيون كالسيوم، كاتيون صوديوم، بوتاسيوم، حديد، مغنيسيوم، ألمونيوم، أي أيون يحمل شحنة موجبة هسميه كاتيون. بس لازم تعرف معانا حاجة، إيه هي؟ إن الكشف عن الكاتيونات أكثر تعقيدا من الأنيونات، أصعب شوية. ليه؟ قال لي الكاتيونات اولا هي كتيره، كتير جدا عن الانيونات، دي رقم واحد. رقم اتنين، في تداخل لطرق الكشف، بمعنى ان في كاتيونات كتير جدا تلاقيها اولا تدي نفس الناتج مع نفس الكشف. يعني احنا لما كشفنا على الكربونات والبيكربونات HCl وادوا نفس النتيجه حيرنا. هنا لا، ده مش واحد ولا اتنين يعملوا كده، لا ده كاتيونات كتير جدا تدي طرق كشف متشابهه. لذلك لازم نغير تغييرات بسيطه بس في طريقه الكشف عن كل كاتيون عشان يدي نتيجه مختلفه. عشان كده بقول تداخل في طرق الكشف. زائد ان الكاتيونات يوجد في الكاتيون الواحد يوجد في اكثر من صوره. يعني ايه؟ يعني الحديد مثلا في حديد ثنائي وفي حديد ثلاثي، ده كاتيون وده كاتيون، وده ليه طريقة كشف وده ليه طريقة كشف. كسر الأنيون الكاتيون الواحد يوجد في أكثر من صورة، وكل صورة لها طرق كشف. يبقى كسرة عدد الكاتيونات، تداخل طرق الكشف عن الكاتيونات، وجود الكاتيون في أكثر من صورة أو حالة تأكسد، ده بيخلي الكشف عن الكاتيونات أكثر تعقيدا من الكشف عن الأنيونات. الأساس العلمي للكشف عن الكاتيونات، يعني لما جينا كشفنا عن الانيونات قلنا في اساس علمي اللي هو الحمض الاكثر ثباتا يطرد الاقل ثباتا من املاحه. طب والكاتيونات؟ قال لي بص، في اساسين لازم اكون عارف. اول اساس اختلاف ذوبان املاح الكاتيونات. يعني مثلا ايه؟ انا عندي كاتيون كالسيوم، كاتيون استرانش، كاتيون باريوم، كاتيون فضة، كاتيون زئبق، كاتيون زئبق تاني الثنائي، كاتيون حديد ثنائي، كاتيون حديد ثلاثي، كاتيون خرصين، كاتيون منجنيز، وهكذا. بصيت لقيت مثلا الكالسيوم كل مثلا يعني كل املاحه تذوب في الماء ما عدا كربونات الكالسيوم، والاسترانشيوم كل املاحه تذوب في الماء ما عدا كربونات الاسترانشيوم، والباريوم انا بقول مثلا كل املاحه تذوب في الماء ما عدا كربونات الباريوم. فروحوا واخدين الثلاثه دول وحاطينهم في مجموعه واحده وسموها مجموعه تحليليه. فقالوا نعمل تقسيم للكاتيونات لمجموعات تحليلية، كل مجموعة تتفق في الصورة اللي هتترسب عليها. يعني اللي تترسب عليها قال الملح لما يكون أو المادة لما تكون تذوب في الماء يبقى ما تترسبش، طب لا تذوب يبقى تترسب. فالمواد دي كلها كل كربوناتها لا تذوب في الماء، بس كربوناتها بس اللي ما بتدوبش، فقالوا يبقى هتترسب على هيئة كربونات، فحطهم في مجموعة واحدة ورسبها على هيئة كربونات. اجي الاقي مثلا الفضه الاحادي، الزئبق الاحادي اللي او بيسموه الزئبقوز مثلا، تلاقي الاثنين دول مثلا في غيرهم كل املاحهم تذوب في الماء ما عدا الكلوريدات بتاعتهم، فقالوا بس يبقى نحط دول في مجموعه واحده نسميها مجموعه تحليليه، ودي نرسبها على هيئه كلوريدات عشان كلوريداتها لا تذوب في الماء. الحديد الثنائي، الحديد الثلاثي وغيره كتير هنتكلم عنهم دلوقتي، مثلا يعني املاحهم كلها تذوب في الماء ما عدا الهيدروكسيد بتاعهم، فقالوا يبقى نحطهم في مجموعه واحده ونقول دي مجموعه تحليليه ونرسبها في صوره هيدروكسيد،
وش معنى الهيدروكسيد؟ عشان الهيدروكسيد بتاعهم لا يذوب في الماء. الخرصين المنجنيز الثنائي، قال دول كله مثلا يعني املاحهم كلها بتذوب في الماء ما عدا الكبريتيد بتاعهم، قالوا بس يبقى نحط دول مجموعة واحدة ونرسبهم على هيئة كبريتيد عشان كبريتيداتهم لا تذوب في الماء. يبقى الأساس العلمي للكشف على الكاتيونات استغلوا اختلاف ذوبان أملاح الكاتيونات في المية وقسموهم لمجموعات تحليلية على حسب اللي ما بيدوبش في المية والصفة المشتركة بينهم. ودول كم مجموعة؟ ست مجموعات، ست مجموعات تحليلية. هندرسهم كلهم؟ لا، بس احنا ناخد كده الاول مجمل للمجموعات التحليليه وبعدين نشوف هناخد منهم ايه او هندرس منهم ايه. ايه هي المجموعات التحليليه اللي احنا بنتكلم عنها؟ الست مجموعات، ادي المجموعه كاشف، المجموعه الصوره الترسيبيه. اول مجموعه اسمها المجموعه التحليليه الاولى، ودي الكاتيونات بتاعتها زي مين؟ قال لي زي الفضه الاحادي، وزي الزئبق الاحادي او الزئبقوز، وزي الرصاص الثنائي. هذه الكاتيونات تجتمع وتشترك في ان كلوريداتها لا تذوب في الماء، لذلك هرسبها في صوره كلوريدات. يبقى اذا الماده او الكاشف اللي هضيفها للكاتيونات دي عشان يحولها لكلوريدات لازم يكون فيه كلور او كلوريد، اللي هو مين؟ اللي هو HCl مخفف. يبقى خد بالك HCl مخفف ده كاشف للثلاث كاتيونات دول بتوع المجموعة التحليلية الأولى، وكاشف أيضا لست أنيونات هناك خدناهم في الجزء الأولاني. المجموعة التحليلية الثانية تضم النحاس. قال لي طيب في حاجة غير النحاس؟ آه بس دل علي، في كادميوم مثلا ثنائي، في بيزموت ثنائي، في زئبق ثنائي. خد بالك هنا زئبق احادي لكن هنا زئبق ثنائي. دي بتترسب في صوره كبريتيدات، كبريتيدات في وسط حمضي، يعني الماده اللي هترسبهم على شكل كبريتيد هيبقى H2S، ده كاشف المجموعه، بس لازم يكون عليه او ضايف نقط للتجربه من HCl، عشان كده قلنا في وسط ايه؟ حمضي، ليها سبب بس مش عليا السبب. طب هناخد كل الكاتيونات دي؟ لا، هناخد فقط النحاس، دول بس ايه للمعلومة. المجموعة التحليلية الثالثة تشمل الحديد الثنائي والحديد الثلاثي والألمون، وعندك الكروم تبع المجموعة التحليلية الثالثة، بس احنا كروم الثلاثي بس احنا هناخد دول بس. كاشف المجموعة هيدروكسيد الأمونيوم NH4OH عشان يرسبهم في صورة هيدروكسيدات، يعني هيدروكسيد الأمونيوم يتفاعل مع دول ويحولهم لهيدروكسيدات فبيترسبوا لأن الهيدروكسيدات بتاعتهم لا تذوب في الماء. طبعا لازم يكون في وجود نقط من هيدروكسيد الأمونيوم، بس مش موجودة في الكتاب، اللي موجودة في صورة كلوريد الأمونيوم، بضيف كلوريد الأمونيوم بس مش موجودة في الكتاب اللي موجود هيدروكسيد الأمونيوم. يعني ده الكاشف في وجود نقط من ده، ما قلتهاش مش مشكلة لأنها مش موجودة. المجموعة التحليلية الرابعة مش هدرسها بس أعرف عنها معلومة، اللي هي تضم الخرصين والمنجنيز الثنائي والنيكل الثنائي والكوبالت الثنائي، ودي بتترسب في صورة كبريتيدات برضو زي التانية، بس هنا في وسط قاعدي، يعني نقط من قاعدة، لذلك الكاشف هيبقى H2S زي ده بس مش عليه نقط من HCl، لا عليه قاعدة زي هيدروكسيد الأمونيوم، مش هدرس دي. المجموعة الخامسة اللي هي مين؟ اللي هي الكالسيوم، ده اللي يخصنا CA، ده اللي يخصنا، لكن في غير الكالسيوم في سترانشيوم وفي باريوم، لكن ده اللي يخصنا كالسيوم. الكالسيوم والمجموعة الخامسة بتترسب في صورة كربونات، كربونات، عشان كده لأن طبعا كربوناتها لا تذوب في الماء، لذلك الكاشف هيبقى مادة ترسبهم على هيئة كربونات زي كربونات الأمونيوم NH4 by 2 CO3. المجموعة السادسة مش هدرسها، اللي هي السادسة مش هدرسها، لكن نعرف معلومة إن H4 موجب أمونيوم، وصوديوم موجب، وبوتاسيوم موجب، ومغنيسيوم موجب 2، والمجموعة دي ليس لها كاشف عام، يعني كل واحد
كل كاتيون من دول ليه تجربة وكاشف لوحده. لو خدت المجموعة التحليلية التانية، المثال بتاعها نحاس، المثال الوحيد اللي هدرسه النحاس، كاشف المجموعة H2S بس في وسط حامض HCl، ده ما بيخشش في التفاعل بس ده بيهيئ وسط معين عشان يقلل تركيز حاجة معينة مش عليا الموضوع. فهاخد نحاس بس نحاس في صورة ملح، مفيش كاتيون لوحده زي ما مفيش انيون لوحده. هاخد مثلا كبريتات نحاس، محلول كبريتات النحاس لونه ازرق، ومرر عليه H2S ونقط من حمض زي HCl. هيحصل تبادل، يعني الايه؟ الـ H مع الـ SO4 هيدينا H2SO4، والـ CU مع الـ S هيدينا CUS، ده راسب لونه اسود، كل الكبريتات اللي مرت عليا رواسبها لونها ايه؟ اسود. بس ما عنديش حاجة تاني في المجموعة التحليلية التانية غير دي. المجموعة التالتة يمكن أطول شوية، اللي هي مين؟ حديد ثنائي وحديد ثلاثي وألمونيوم. دول التلاتة بتوع المجموعة التالتة. الكاشف بتاع المجموعة التالتة خد بالك هيدروكسيد الأمونيوم. كاشف المجموعة التحلية التالتة هيدروكسيد الأمونيوم. طيب هنضيف هيدروكسيد الأمونيوم لمحلول ده ومحلول ده ومحلول ده، ودي بيسموها التجربة الأساسية. أخد مثلا FeSO4 أو FeCl2، أي ملح فيه ألمونيوم فيه حديد ثنائي، وهضيف له هيدروكسيد الأمونيوم NH4OH، تبادل مزدوج. الـ SO4 مع الـ NH4 هيدينا NH4/2SO4، والـ FE مع الـ OH يدينا FeOH/2. ايه ده؟ قال لي ده هيدروكسيد الحديد، وده راسب لونه ايه؟ لونه ابيض يتحول لابيض مخضر. اول ما يتعرض للهواء فتره يبقى لونه ايه؟ ابيض مخضر، له هيدروكسيد الحديد الثنائي. اما الحديد الثلاثي اللي هو مثلا اخد FeCl3 وهضيف له الكاشف بتاع المجموعه ال NH4OH، ال Fe هياخد ال OH وال NH4 هتاخد ال Cl، هيدينا NH4Cl زائد ال FeOH/3، يعني دي خدت دي. قال لي ايه ده؟ قال لي ده راسب بني محمر، يبقى خد بالك ده راسب وده راسب، بس ده ابيض يتحول لابيض مخضر في الهواء، لكن ده لونه بني محمر. طب والالومنيوم؟ قال لي الالومنيوم اهو ايه اللي مثلا 2SO4/3، ممكن اقول ايه اللي CL3 زائد NH4OH نفس الكاشف، ما ده كاشف المجموعه التجربه الاساسيه. تبادل مزدوج ال AL مع ال OH وال NH4 مع ال SO4 هيدينا NH4/2SO4. لو انا ضربت دي في 6 هتظبط العملية، اضرب دي في 3 عشان يبقى ال SO4/3 كده مظبوط. زائد AL مع ال OH يدينا ALOH/3، ده راسب لونه ابيض جيلاتيني تقيل شوية. هيدروكسيد الالومنيوم راسب ابيض جيلاتيني. لو الأنبوبة اللي أنا بعمل فيها التفاعل ده واللي هيتكون فيها الراسب الأبيض الجيلاتيني ضفت لها شوية هيدروكسيد الصوديوم ألاقي الراسب يختفي. ليه؟ عشان بيتفاعلوا مع بعض وبيدينا حاجة اسمها ميتا ألومينات الصوديوم زائبة، هنشوفها دلوقتي. أما التجربة التأكيدية شبه الأساسية، بس هستخدم بدل الـ NH4 هستخدم NaOH، يعني FeSO4 هضيف له NaOH. تبادل مزدوج ال Na مع ال SO4 هتدينا Na2SO4، وال Fe مع ال OH هتدينا FeOH/2. قال لي ايه ده؟ ما هو ده. قال لي ده راسب ابيض مخضر، وده راسب ابيض يتحول لابيض ايه؟ مخضر. ليه يتحول ابيض الاول بعد ابيض مخضر وهنا ابيض مخضر على طول؟ قال لي هنا تركيز ال OH اكتر فبيدينا الراسب مباشرة، لكن هنا بيدينا الراسب على مراحل او على دفعات زي ما بيقول. اما في حالة ده لو قلت مثلا FeCl3 زائد NaOH هيبقى نفس المعادلة. ايه هي؟ قال ال F ال Na مع Cl هيدينا NaCl، بدل NH4Cl هيبقى NaCl، تبقى دي 3 وهنا 3.
والاف اي مع الاو اتش هيدينا اف اي او اتش باي 3 نفس الراسب اللي لونه بني محمر ما فيش تغيير. في حاله الالومنيوم لو انا استخدمت ال2 اس او 4 باي 3 زائد ان اي او اتش 6 ان او اتش نفس الكلام هيدينا نفس الناتج، يعني هيدينا بدل ال ان اتش 4 اس او 4 هيبقى ان اي 2 اس او 4. الناتج الثاني هيدروكسيد الالومنيوم. طب ما ده نفس الايه الراسب، الهيدروكسيد الالومنيوم هيدروكسيد الالومنيوم، راسب ابيض جيلاتيني راسب ابيض جيلاتيني. بس كل المشكله ان انا لما اجي اضيف هيدروكسيد الصوديوم مع ملح الالومنيوم بضيف كميه قليله عشان يدينا الراسب، لكن لو كميه هيدروكسيد الصوديوم زادت هلاقي الراسب بيتكون ويختفي. ليه؟ قال لي بعد ما بيتكون هيتفاعل مع الزياده اللي انت ضفتها، ال ان اي او اتش اللي انت ضفته زياده مع اي ال او اتش باي 3 اللي هو الراسب هيتحول الى ماده ذائبه، عشان كده الراسب اختفى. الراسب عشان يفضل موجود لازم تكون ماده غير ذائبه. هيدينا ايه؟ هيدينا ان اي اي ال او 2 ده اسمه ميتا الومينات الصوديوم ماده ذائبه، ويطلع معايا ايه؟ ميه. عشان كده لو حبيت اعمل رسم بياني للمعادله بتاعت كبريتات او كلوريد الالومنيوم مع هيدروكسيد الصوديوم، اي ملح الومنيوم يعني مع هيدروكسيد الصوديوم، هتلاقي الراسب بتاعي يظهر وبعدين ينزل، يظهر لما بضيف كميه قليله، يختفي لما بضيف كميه زياده اللي هي بتدوب الراسب. اخر مجموعه معانا اللي هي المجموعه الخامسه، يبقى اذا احنا مش هندرس الجدول كله زي ما انا قلت، المجموعه الخامسه ونخص بالذكر كاتيون الكالسيوم فقط. والتجربة الأساسية اللي هي كاشف المجموعة اللي هي بستخدم كربونات الأمونيوم NH4 by 2 CO3. فباخد أي ملح كالسيوم، زي مثلا أخد كلوريد الكالسيوم. طب ما ينفعش كبريتات الكالسيوم؟ لا، كبريتات الكالسيوم ده راسب، راسب أبيض، فما أقدرش أعمل منه محاليل، والتجارب هنا كلها تعتمد إن أنا بشتغل بمحاليل. زائد كربونات الأمونيوم NH4 by 2 CO3 يحصل كل ما بيحصل نفس العمليه كلها، تبادل ايه؟ مزدوج. ال NH4 مع CL هيدينا 2 NH4 CL. طيب والكالسيوم مع الكربونات هيدينا كربونات كالسيوم خدناه في الانيونات. ده راسب لونه ابيض، لو انا مررت غاز ثاني اكسيد الكربون في الراسب ده، الراسب ده يختفي عشان بيتحول لبيكربونات كالسيوم ذائبه. التجربة التأكيدية في الحقيقة ليه تجربتين. بستخدم حمض كبريتيك، بس خد بالك مخفف مش مركز. مركز بستخدمه في الكشف عن الأنيونات، لكن هنا بستخدمه مخفف. فأي ملح كلوريد كالسيوم مثلا مع حمض الكبريتيك المخفف تبادل مزدوج، الاتش مع السي ال يدينا اتش سي ال، والاس او 4 مع السي اي يدينا سي اي اس او 4. ده راسب لونه ابيض، راسب لونه ابيض. يبقى هنا كل الرواسب بتاعت الكالسيوم بيضاء، سواء كربونات الكالسيوم او كبريتات الكالسيوم. التجربه التاكيديه الثانيه اسمها كشف اللهب. كشف اللهب او بيسموها الكشف الجاف، ان في شعله كده اسمها لهب بنزن، بتبقى شعله لونها ازرق خفيف غير مضيئه. فبنجيب ساق من البلاتين وبننضفه كويس، وبعدين نحطه في الملح، ملح فيه كالسيوم سواء كان محلول او جاف، ونعرض الساق بالملح للهب. ببص الاقي لون اللهب بقى مش ازرق، بقى احمر طوبي، احمر خفيف شويه بلون الطوب. طب وده ايه؟ قال لي الكالسيوم هو الوحيد اللي بيلون لهب بنزن الغير مضيء بلون احمر طوبي. طب لو كاتيون تاني غير الكالسيوم؟ لا، هيدي الوان تانيه، كل كاتيون بيدي طيف او لون غير التاني. كده ملخص الكلام اللي احنا قلناه، الكاتيونات اللي احنا درسناها اللي هي النحاس، كاتيون النحاس اللي خدنا لها معادلات، وكاتيون الحديد الثنائي، وكاتيون الحديد الثلاثي، وكاتيون الالومنيوم، وكاتيون الكالسيوم. ده في المجموعه التحليليه الثانيه، لكن دول في المجموعه التحليليه الثالثه، وده في المجموعه التحليليه الخامسه. ده الكاشف بتاعه، كاشف المجموعه اللي هو H2S في وسط حمضي بيدينا راسب اسود. وده في المجموعة الخامسة، كاشف المجموعة بتاعته كربونات الأمونيوم، بنضيف كربونات الأمونيوم لده يدينا راسب أبيض. ليه تجربة تأكيدية مع حمض الكبريتيك المخفف ومع كشف اللهب.
مع حمض الكبديك المخفف بيدينا رسب ابيض برضو، لكن كشف اللهب بيلون اللهب بلون احمر طوبي. التلاتة دول تبع المجموعة التالتة، يعني كاشف المجموعة هيدروكسيد الأمونيوم. هيدروكسيد الأمونيوم مع ده بيدينا رسب أبيض يتحول لأبيض مخضر، مع ده بيدينا رسب بني محمر، مع ده بيدينا رسب أبيض جيلاتين. في تجربة تأكيدية للتلاتة اللي هي هيدروكسيد الأمونيوم مع الحديد الثنائي بيدينا رسب أبيض مخضر، مع الحديد الثلاثي بيدينا رسب بني محمر، مع الالومنيوم بيدينا رسب ابيض جيلاتيني برضو، بس لو زودت شوية هيدروكسيد الصوديوم الرسب بيختفي. كده خلصنا التحليل الكيميائي الوصفي. المرة الجاية ان شاء الله هنطبق على الكلام ده في صورة بقى مسائل، اللي هو التحليل الكمي، ازاي نطلع كتلة رسب، ازاي نطلع كتلة مادة، ازاي نطلع تركيز مادة. ده اللي بيسموه التحليل الكمي. السلام عليكم.